بسم الله الرحمن الرحيم. أحيانا لما تيجي تشغل السويتش تلاقي عليه باسورد، مثلا عندك السويتشات موديلات 2900 و3500، عندنا هذا السويتش 2950 وينطبق عليه باقي السويتشات. السويتش هذا لما أجي أشغله راح أحصل عليه باسورد أو يوزر نيم وباسورد ما أعرف. كيف نسوي باسورد ريكفري لهذه السويتشات؟ هذه السويتشات سيسكو. طيب اول حاجه انا احتاج كيبل مثل هذا النوع، الطرف هذا هيوصل في الكمبيوتر والطرف الاخر راح يوصل في السويتش. نجي نوصل الطرف تبع السويتش، طبعا الطرف تبع السويتش راح يوصل في منفذ اسمه الكونسول. هذا هو المنفذ أمامنا، راح نوصل الطرف اللي فيه الار جي في هذا المنفذ في السويتش. وصلناه الآن في السويتش. الطرف الثاني راح نوصله في الكمبيوتر اللي عليه برنامج تيرمينال، مثلا البيوتي راح نشوفه بعد شوي. هذا الطرف الثاني له منفذ في الكمبيوتر راح يوصل، خصوصا كمبيوترات الديسكتوب. نجي الآن نوصل هذا المنفذ في الكمبيوتر. لو جينا للكمبيوتر راح نلاحظ فيها المنفذ، هذا المنفذ هو اللي راح نوصل فيه الطرف الثاني من الكيبل. راح نوصله في هذا المنفذ، الطرف الثاني من الكيبل. الآن وصلناه في الكمبيوتر، فطرف موصل في الكمبيوتر، طرف موصل في السويتش. الآن الكمبيوتر موصل في السويتش في الكيبل، كيبل الكونسول. نيجي الآن نوصل كيبل الباور، كيبل الباور عادي زيه زي أي جهاز، هنوصل كيبل الباور زي ما احنا شايفين. وصلنا كيبل الباور، نلاحظ الآن في صوت إن السويتش بدأ يشتغل. ولو جينا للسويتش من الأمام، راح نلاحظ اللمبات اللي عند البوتوم مود بدأت إيش تأشر وإنه راح يشتغل. الآن السويتش بدأ يشتغل. الآن ننتقل إلى جهاز الكمبيوتر اللي موصل به السويتش، على أساس ندخل على السويتش عن طريق برنامج البوتي أو أي ترمينال آخر. هذا الآن هو جهاز الكمبيوتر اللي موصل به السويتش. نفتح الترمينال اللي هي البيوتي الآن ونقول له رن، نضع الخيار على سيريال. لاحظ وضعنا الخيار على سيريال، جالك ايش كوم 1 وجالك المنفذ 900 9600، بس فقط ناخذ اوبن وناخذ انتر بلوحه المفاتيح. لاحظ انه على طول تواصل مع السويتش، لكن في باسورد، في باسورد، واحيانا تواجه باسورد يوزر نيم. طيب احنا الان نبغى نسوي ريكفري لهذه الباسورد، نبغى نسوي ريكفري لهذه الباسورد. ايش هي الطريقه؟ الطريقه نبدا فيها الان. ننتقل الان للسويتش اساس نعلق على زر المود بوتون او زر المود، والسويتش طافي، وبعدين نشغل السويتش وراح نشوف ايش يظهر عندنا في هذه الشاشه. الان نترك الشاشه زي ما هي، هذه ما راح نقفل التيرمينال، فقط ننتقل الان للسويتش. هذا هو الان السويتش. اول شيء راح اسويه الان اني اسحب زر الباور من السويتش، من كيبل الباور نسحبه من السويتش بحيث ان السويتش طفى. الان السويتش بعد ما تسحب كيبل الباور في الزر اللي هنا اللي نسميه المود او البوتن مود، شايفه؟
راح أعلق عليه وأنا الآن أضغط عليه سمين علق على البوتن أو تضغط عليه باستمرار خليك ضاغط تعال إلى كيبل الباور وصل كيبل الباور وصل كيبل الباور زي ما احنا شايفين وخليك برضو ماسك على ايش زر المود تقريبا 5 ثواني او لين ما تظهر لك ايش كلمه سويتش نقطتين على التيرمينال الان لو انتقلنا للتيرمينال راح نلاحظ ايش انه دخل في الريكفري مود هنشيل الان فقط الاصبع على الزر وننتقل الى التيرمينال لاحظ الان لما انتقلنا للتيرمينال لاحظنا التالي لاحظنا وجود ماذا كلمه سويتش نقطتين الان هو في الريكفري مود ايش راح تسوي راح تكتب الامر التالي اللي هو لود هيلبر راح تكتب الامر لود هيلبر في هذا المكان لود اندرسكور هيلبر تاخذ انتر بعد ما تكتب لود هيلبر تكتب بعدها الامر دير فلاش نقطتين على اساس يعرض لك محتويات الفلاش تاخذ انتر دير فلاش ما عرضها لي دير فلاش طيب احنا قلنا هنكتب load underscore hilbar وبعد كده راح نكتب الامر flash underscore init flash underscore init init بعد كده اخذ انتر طيب نسوي لك initialization للفلاش بعد كده هناخذ دير فلاش الامر اللي قبل شوي نقطتين تلاقيه الان راح يعرض لك محتويات الفلاش انا كل اللي ابغى اصل له الملف اللي اسمه config text الملف اللي اسمه config text هذا هو اللي لما يشتغل السويتش يحمل منه هذا عليه يوزر نيم وباسورد وعليه باسورد انت ما تعرفها الحل هو فقط انك الان تغير اسم هذا الملف اسم هذا الفايل اللي موجود في الفلاش كيف نغير اسم الفايل نستخدم الامر رينيم رينيم وتكتب المسار تبع الفايل فلاش نقطتين config dot text بعد كذا مسافة بعد المسافة راح تكتب الاسم الجديد في نفس الفلاش يخزنه في نفس الفلاش بس باسم جديد هنغيره باسم جديد أنا فلاش config ونغير الامتداد dot hold الان الفايل اللي اسمه config text راح نعيد تسميته بالامر rename من الconfig text الموجود في الفلاش الى
اسم اسمه config.old في نفس الفلاش. انتر. الان سوينا رينيم. سو دير فلاش الان. دير فلاش نقطتين. دير فلاش نقطتين. لاحظ تغير اسمه الى الكونفيج تي. الكونفيج اولد. طيب بعد ما غيرنا اسمه الان كل ما عليك انك تسوي بوت للسويتش. كيف اسوي بوت؟ تكتب الامر بوت. لاحظ بدأ الان السويتش يشتغل. الان هيبوت من ملف جديد يحمله من الروم عنده. ما في اي اعدادات. لاحظ الان السويتش ما كان عليه اي اعدادات. هتاخذ نو. وهذا السويتش امامنا الان. Enable شوراً يعني السويتش الآن ما عليها أي إعدادات زي ما أنت شايف. طيب هو الآن لو عاد التشغيل الأفضل الآن إنك تسوي حفظ ل الكونفيج تكست الجديد بعد ما تغير الاسم حقه. مثلا الان حط عليه باسورد ويوزر نيم وسوي عليه اعدادات اللي انت تبغاها او بدون اعدادات. مثلا خلينا نقول كونف تي هوست نيم سويتش 1. بامكانك تضع باسورد على السويتش او لا، لكن المهم انك تاخذ اكزيت بعد ما تسوي الاعدادات وتسوي الكوبي فلاش فلاش كونفج دوت تكست. تمام دوت تكست اللي هو الجديد في السيستم رن. السيستم رن كونفيج الامر اللي انت شايفه هذا كوبي فلاش كونفيج دوت تكست مسافه سيستم نقطتين رننج كونفيج. انتر. نقول له انتر مره ثانيه على اساس يحفظ. طيب هنقول دبليو ار إذا ما مشي معانا الأمر هذا. طيب أوكي نقول له بوت الآن أو ريبوت. ريبوت لأن داخلين على شوية الأمر ريبوت ريلود. معليش ريلود الأمر ريلود. قاعد السويتش الان يسوي ريلود. احنا حفظنا الاعدادات بالامر دبليو ار او كوبي ستارت في الرن. يعني هذا الامرين هي اللي راح تحفظ الاعدادات بعد ما غيرناها. لاحظ الان سويتش 1 دخل عليه بدون باسورد لانك ما وضعت باسورد انيبل. وحتى لو قلنا شو فلاش هتلاقي الملف القديم اللي عليه الاعدادات الباسورد
هذا موجود، وهنا الملف الجديد اللي احنا قاعدين نشتغل عليه. طبعا لو افتكرت الباسورد واليوزر نيم او نسخت الملف هذا، يعني سويت له كوبي من السويتش الى جهاز خارجي وفكيت الكتكس وشفت الاعدادات وعرفت لها، تقدر تبوت منه وتضبط امورك. الملف ما زال موجود، ما سوينا له ديليت، لكن الان السويتش شغال على الكونفكتكس هذا. هذا هو الباسورد ريكفري للسويتشات 2900 و 3500، 2900 سواء 2950 2960 وهكذا، يعني معظم السويتشات راح تمشي على هذه الطريقة. وشكرا لكم.